بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، إخواني منتسبي شرطة عمان السلطانية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج العين الساهرة. أعزائي المشاهدين، نجدد لكم التحية في هذه الإطلالة الشهرية من برنامج العين الساهرة. حلقة اليوم تتناول مجموعة من الوقفات والتقارير والأخبار لأهم الأحداث الشرطية، بالإضافة إلى موضوع الحلقة الرئيسي حول ظاهرة التسول وآثارها المجتمعية والأمنية. فأهلا ومرحبا بكم معنا ومع أولى الفقرات من أخبار الشرطة. احتفلت شرطة عمان السلطانية بافتتاح مركز شرطة نخل ومبنى الخدمات بمحافظة جنوب الباطنة، وذلك ضمن استراتيجية الشرطة لتطوير خدماتها وتسهيل الإجراءات المقدمة للمواطنين والمقيمين. احتفلت شرطة عمان السلطانية بفعاليات ومناشط أسبوع مرور مجلس التعاون لدول الخليج العربي 33 تحت شعار حياتك أمانة، حيث يهدف نشر الثقافة المرورية لدى مستخدمي الطريق والتقيد بالقواعد والأنظمة الصحيحة. نظمت قيادة شرطة محافظة مسقط ممثلة بمركز شرطة الخوض الملتقى التوعوي الثاني، والذي تضمن العديد من المحاضرات التوعوية ومعرض مصغر بمشاركة الإدارة العامة للمرور والهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. أعزائي المشاهدين، ضمن خطة التطوير والتحديث الذي تنتجها القيادة العامة لشرطة عمان السلطانية لنشر مظلة الأمن والأمان كل ربوع السلطنة، احتفلت شرطة عمان السلطانية بافتتاح مركز شرطة نخل ومبنى الخدمات بمحافظة جنوب الباطنة، والذي تم إنشاؤه وفقا لأحدث المعايير والمواصفات الفنية والتقنية. مركز شرطة نخل صرح أمني جديد يضاف إلى منجزات شرطة عمان السلطانية الحديثة في محافظة جنوب الباطنة، فقد تم إنشاؤه وفقا لأحدث المعايير والمواصفات الفنية والتقنية لتقديم أفضل الخدمات الشرطية لأبناء الولاية. ويضم المركز قسما للأمن العام وقسما للتحري والتحقيق وقسما للحوادث المرورية وغرفة للعمليات ومكاتب إدارية وقاعة للإيجاز. وفي مجال الرعاية الاجتماعية، يضم المركز عددا من المباني السكنية للضباط وأخرى للأفراد مجهزة بجميع الخدمات. كما يضم المركز مبنى لخدمات الشرطة، والذي زود بأحدث أجهزة الاتصالات وأجهزة الحاسب الآلي لتسهيل وسرعة إنجاز المعاملات، وهو يقدم خدمات الجوازات والإقامة والأحوال المدنية والمرور. We'll be right back.
أعزائي المشاهدين، تعتبر ظاهرة التسول من الظواهر المجتمعية الخطيرة، وتشكل في حال ازديادها أثار وعواقب وخيمة على الفرد والمجتمع. فمن صورها انتشار الجرائم كجرائم السرقة والاغتصاب وترويج المخدرات وغيرها الكثير. وهذه الظاهرة ليست بجديدة على المجتمعات، ولكن كانت ظاهرة فردية وغير منظمة لا يقوم بها إلا المحتاجين فعلا والمعدومين اقتصاديا. أما في وقتنا الحالي اليوم، فانتشار الظاهرة أصبح كبير وخطير، وأصبحت تدار بشكل منظم بمجموعات امتهنت هذا الأسلوب لجمع الأموال من الناس واستعطافهم بالغش والكذب. لمناقشة هذا الموضوع دعوني أرحب معكم بالأستاذ حمود بن محمد المنذري، مدير دائرة التنمية الاجتماعية بولاية السيب ومشرف بفريق مكافحة ظاهرة التسول بولاية السيب. أهلا ومرحبا بك أستاذ حمود. يا هلا ومرحبتين نقيب طارق، حياكم الله في هذا البرنامج. نعم أستاذ حمود، طبعا قبل أن نبدأ هذا الحوار تعال نتابع معكم على المشاهد الكريم هذا الفيلم التوعوي الذي قام بإعداده وتنفيذه مجموعة من شباب الوطن كمشاركة فاعلة منهم للحد من هذه الظاهرة. نتابع هذه الفقرة مع المشاهد الكريم ثم نعود لنبدأ حوارنا حول ظاهرة التسول. السلام عليكم، كيف حال أخوي؟ كيف صحتك؟ يا هلا وسهلا، حياك الله، رمضان كريم، حياك وسهلا. والله أخوي أنا محتاج، والأهل تعبانين وحالتنا على الله، محتاج منك مبلغ لو تساعدني. أخوي أنا محتاج إذا تساعدني في اليوم، رمضان كريم يا رب، الله يعطيك العافية والصحة، بارك الله فيك أخوي، اعذرني على الإزعاج، أحسن. عندك تعطيني فلوس يا ولدي؟ انا ما بشجعك صراحه، ايوه انا ما بشجعك، لان اذا اعطيتك عباره انت ما راح تشتغل، بس اللي تقدر عليه. ايه بس هذا غلط، انا اليوم اعطيك والثاني يعطيك. انا تعتبرها هذه مساعده ولا تعتبرها تسول؟ هذا هذا ما تيسر. تفضل. اخوي انا حالتي على الله ومحتاج، وما عندي، عندك ما شاء الله مكيف وانا ما عندي، ومحتاج مبلغ لو بسيط شويه تساعدني فيه، بارك الله فيك، احسن، مشكور، الله يجزي خير، احسن، مشكور، ما قصرت. مبلغ لو بسيط من عندك تساعدني فيه، بس نشيبه اليوم وبكرة على الأقل، إذا عندك تساعدني بمبلغ بسيط الله يجزيك خير، الله يحفظك إن شاء الله، رمضانكم كريم يا رب. أحسنت، بارك الله فيك. تفضل. أحسنت أخوي، جزاكم الله خير، ما قصرت، أحسنت، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، الله يجزيكم خير، حياكم الله. يا رب اني قصيت عليكم مرة. اخباركم شباب؟ كيف صحتكم؟ حياكم الله. والله المشكلة اللي صار في المجتمع العماني انه كريم بزيادة، يعني حتى لو ما عنده وعنده مبلغ بسيط يقول له دوك. وش يقول لي؟ تعرف وش يقول لي؟ قال لي يا اخي شوف وش اركب، انا شفت رحت عادي، شفت هذا يروح عادي، هذا فتحت الظهر السياره، قال لي ابو مرسيدس. تعمدنا نخلي السياره قريبه على اساس الناس تشوف، يعني تشوف يعني الناس لما تطلب وين تروح. ايوه اي بالضبط بالضبط. فهذه المشكله احنا باغين يعني كنصيحه للناس عشان نحد من التسول، يعني لا للتسول، وانت قلبك كريم وفي رمضان وشهر خير فتعطيه.
وهذا شيء غلط اللي نمر فيه كلنا. شوف والله هي المشكله مش انه انا ولا اي حد، يعني هي واحد يسويها لله، ما تعرف ايش نيه الشخص، هو صادق ولا كاذب. بالضبط بالضبط، احنا نسويها على الوجه لله. يجزيك الله خير، بس احسن احنا نحد من هذا الموضوع، يعني انت لما تشوفنا تسول ما بتعرف كيف هو وين توجهه اصلا. ما مسطر يعني براكبه. بالعكس العكس، انت الشخص اللي المفروض الناس تكون كذا مثله، يعني انت انا حتى حاولت المح لك ان انا ممكن اوديه مكان خطا، صحيح ممكن اوديه صح، ممكن اكلها. انا ما لي شغل فيك، ابغى احرقك اقول لك انك انت متسول، يعني كلمه متسول كلمه ما حلوه. كلمه صح بالضبط، يعني شو اسمه لا تحطني في المجال. يعني احنا شوف نريد نضع حل لا للتسول، فالناس بصفه عامه عمانيين كريمين، حتى انت لو اضطريت عليك بزياده اعطيتني. انسان ما شاء الله عليك، يعني وحيد بهذا الدور صحيح معين، لا اقل شيء واحد رساله. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين، عدنا لكم ونبدأ مباشرة بسؤالنا حول ظاهرة التسول. الأستاذ حمود، ما هي تعريف ظاهرة التسول بشكل عام وآثارها أيضا المجتمعية؟ حياكم الله نقيب طارق. بالنسبة للتسول لابد أن نوضح للمشاهد الكريم ما هو التسول. التسول هو استجلاء صدقة أو إحسان من الغير بقصد جمع المال، سواء باستخدام الحال أو العاهات أو استخدام الأطفال في التسول، أو استخدام أي نشاط محدد مثل استعراض ألعاب، بيع سلع لا تدر ولا تصلح للدخل، بغض النظر إن كان المتسول صادقا أو كاذبا في وضعه الحالي. هذا اللي أكد لنا نقول نحن أنماط أو أشكال أستاذ حمود للتسول. هل هناك فعلا تصنيف صنفتموه لأنواع وأشكال التسول؟ نعم نقيب طارق، بالنسبة للأشكال اللي هي موجودة في الواقع الحالي من خلال عمل الأخوة أعضاء الفريق، يتضح أن هناك عدة أشكال من التسول. نعم. فإحنا عندنا التسول الظاهر اللي هو واضح للعيان لجميع أفراد المجتمع من خلال ما يقوم به أي فرد باستجلاء الصدقة من الجمهور، وهذا يسمى التسول الظاهر. نعم. أما في نوع ثاني وهو التسول المقنع، وهذا طبعا ظاهره ينافي ما وراه، فمثلا هو بالفعل تسول ولكن يقوم الشخص ببيع بعض السلع. ممكن نذكر على سبيل المثال شعر البنات أو المناديل أو بعض الميداليات اللي هي تكون عند المحطات، فهذا يسمى التسول المقنع. نعم سيد حمود، نسمع عن أيضا هناك يعني صور أخرى للتسول، نسمع هناك أيضا التسول الإلكتروني، لو تحدثنا وتعرف المشاهد عن هذا المفهوم وهذه الصور للتسول. نعم، هو نوع ظهر في المجتمعات حاليا وهو يسمى التسول الإلكتروني. هذا التسول يحاكي التسول التقليدي ولكنه يتميز بأنه لا يمكن تحديد يعني عمر المتسول أو وضعه الاجتماعي أو وضعه الاقتصادي أو حقيقة أو كذب المتسول إلا من خلال استخدام بعض الطرق القانونية للوصول له. وللأسف الشديد هو تم استغلال وسائل التواصل الاجتماعي لسرعة الانتشار. نتعرف عن دور وزارة التنمية الاجتماعية، وأكيد هناك من جهود فاعلة أيضا مع جهات أخرى، تعطينا الدور اللي تقوم وزارة التنمية الاجتماعية. بالنسبة لدور وزارة التنمية الاجتماعية، إذا كان ممكن في البداية أوجه كلمة شكر لشرطة عمان السلطانية وهي الجهة الشريكة مع وزارة التنمية الاجتماعية في هذا المجال. طبعا وزارة التنمية الاجتماعية قامت في نهاية ديسمبر 95 بإنشاء فريق معني بمكافحة ظاهرة التسول من خلال دمج جهود الوزارة مع شرطة عمان السلطانية مع بعض الجهات الأخرى الشريكة في الحكومة. نعم أستاذ حمود، معنا وقفة أعزائي المشاهدين مع لقاء مع مساعد مدير إدارة التحريات بقيادة شرطة محافظة مسقط، نتابع ثم نعود لاستكمال حوارنا مع ضيفنا الأستاذ حمود المنذري. حياكم الله.
كما تلاحظ لدينا انتشار هذه الظاهرة في محافظة مسقط أيضا وفي بقية المحافظات بشكل كبير، ويضعنا أمام تساؤل كبير حقيقة، إن امتهان هذه المهنة من قبل أجانب ويأتون إلى السلطنة يدخلون بتأشيرات سياحية أو بتأشيرات عائلية عن طريق شركات، والملفت للنظر أنهم من امتهنوا هذا العمل هم من المخالفين لقانون العمل أو من المخالفين أيضا لقانون إقامة الأجانب. تشكل قرار وزاري في عام 2011، هذا القرار تشكل من عدة جهات، الشرطة السلطانية من ضمن هذه الجهات تقوم بمكافحة التسول. دورها قد تضبط أثناء نشر دوريات الشرطة في الشوارع والأمام المجمعات التجارية، قد تضبط المتسولين وتقوم باتخاذ إجراءاتهم التي سأسدها لاحقا، أو يضبط من قبل فريق مكافحة التسول المختص والمعين من قبل الوزارة. في هذه الحالة طبعا يتم تشكيل ملف قضية للمتسول وإحالته للدعاء ثم تمهيدا إلى إحالته للقضاء. نجد بعض الأحيان المتسول يطرق المنزل ويدخل داخل المنزل ويتم استضافته ويسجل ويشاهد ما في المنزل بالكامل، ثم يعود بعد ذلك إلى زملائه الذين هم يساعدوا في عملية التسول وينقل لهم صورة المنزل، وقد يتعرض هذا المنزل للسرقة. قد تقع جرائم هاتك عرض واغتصاب للمتسول بنفسه خاصة إذا كان صغير السن، وترويج المخدرات. نصيحتي حقيقة للجميع عدم تهيئة الظروف والبيئة المناسبة للمتسول القيام بعمله وهو جمع أموال الناس بدون وجه حق، أيضا أن يعوا المخاطر التي يتعرضوا لها من انتشار هذه الظاهرة في المنطقة، وأيضا إذا يحتاج الشخص إلى أن يقوم بالتبرع وعمل الخير، في هناك جهات معنية سواء الجمعيات المتوفرة على مستوى البلاد ممكن يسلم المبالغ هذه إلى هذه الجهات، وهذه الجهات بدورها بتقوم بإيصال هذه المعونات للأشخاص المحتاجين فعلا، وليس كما ذكرنا في سياق حديثنا إلا هم يمتهنوا مهنة التسول بقصد جمع الأموال وليس بقصد الحاجة. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين، عدنا مرة ثانية لاستكمال حوارنا حول ظاهرة التسول. طبعا أستاذ حمود، نحن تابعنا اللقاء مع المقدم فهد الحسني والذي أكد على فعلا على خطورة هذه الظاهرة. نتعرف معك عن إجراءات عمل فريق التسول، ما هي أهم الإجراءات وكيف تتعاملون مع مثل هذه الظواهر؟ حياكم الله النقيب طارق. بالنسبة للفريق الإجراءات التي يقوم بها كالتالي: في حال تلقي أي بلاغ من خلال وسائل الاتصال لأعضاء الفريق، ينتقل مباشرة أعضاء الفريق إلى موقع البلاغ، ثم يتابع الشخص الذي يقوم بالتسول. بعد التأكد وتثبيت واقعة التسول يتم ضبطه، ويقوم أعضاء الفريق بإجراء بعض التحقيق من أخذ بيانات بحث اجتماعي عن الوضع الاجتماعي والوضع الاقتصادي، ثم يتم مناقشة تحليل هذه البيانات. إذا كان المتسول وضعه المادي يعني بحاجة لرعاية معينة، يتم التعامل معه من خلال تحويل الموضوع إلى مدير دائرة التنمية الاجتماعية بالمنطقة التي يقيم فيها المعني. فدوائر التنمية تنتشر في أغلب ولايات السلطنة، ومن خلاله يتم معاملته ومساعدته وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي. أما إذا أثبت البحث أن الفرد هذا أو الشخص المضبوط بأنه يعني وضعه المادي جيد ولكن متسبب أو متعمد في التسول من خلال جشع بعض الأفراد في طلب المزيد من المادة ولسهولة الكسب، يتم ضبطه وإحالته إلى مركز شرطة عمان السلطانية في الولاية التي يقع فيها عملية التسول.
أستاذ حمود، لو يعني نتحدث من خلال إحصائياتكم، من خلال هذه البحوث الميدانية، ما هي الفئات الأكثر تواجدا والتي تقوم بهذا العمل والتسول في المجتمع يعني؟ بالنسبة للإحصائيات أو الفئات، من خلال تحليل البيانات التي قام بجمعها الفريق، يتضح في عام 2016 600 وتم ضبط 670 حالة. إذا وزعناهم للفئات فهم فئتين، الفئة الأولى هي العمانيون، وصل العدد تقريبا في حدود 185 حالة ضبط من الجنسية العمانية. أما الجنسيات الأخرى فأخذت ما يقارب 485 حالة ضبط، طبعا من عدة جنسيات يعني. نعم. كيف تتعاملوا مع مثل هذه الحالة؟ بالنسبة ممكن المواطن، ممكن هناك إجراءات كما ذكرتوها سابقا، لكن نعم، كيف تتعاملوا مع هذه الجنسيات المختلفة أو اللي من الخارج يعني؟ احنا نتعامل مع أي حالة ضبط من بعد ما ناخذ بيانات البحث الاجتماعي، وتأكدنا أن الحالة هذه فعلا أحيانا تكون قد ارتكبت يعني تسول، جنحة التسول، وهي مخالفة أساسا في تواجدها في السلطنة من خلال التأشيرات السياحية أو انتهاء تأشيرات الإقامة بعض الأحيان أو الدخول غير مشروع في السلطنة. فمباشرة أعضاء الفريق من خلال سرد واقعة الضبط يتم إحالة المذكور لشرطة عمان السلطانية، وبدور شرطة عمان السلطانية يتعامل معه وفقا للقوانين، ويتم إحالته إلى الادعاء العام، ويتم التحقيق مرة أخرى هناك معه، ومباشرة يتم إحالة الموضوع للمحكمة للبث في وفقا للقوانين، قانون الجزاء العماني. كيف ترصدون؟ هل هذه عملية التسول هي فردية أم هناك يعني كما نقول هناك تنظيم مشكل من مجموعات سواء كان أطفال أو كبار السن؟ بالنسبة للأفراد أو الحالات المضبوطة من خلال تحليل طبعا البيانات، يتضح بأن أغلب الحالات تكون فردية على مستوى فردي يعني. نعم. إن وجد جماعات فهي تكون مكونة من عوائل، من عائلة معينة، أب أم مع الأطفال، من الجماعة بتكون هذا الشكل، ونادرا ما تكون جماعات موسعة يعني في نطاق كبير، ولكن تم رصد حالات فعلا من خلال يعني الجماعات. ما قطع حديثك يعني، أيضا هي إشكالية أخرى بأنه باستخدام الأطفال، وطبعا كما هو قانون حماية الطفل في 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 الأعمال مثل هذه الأعمال. نعم. التي نعم، قد فعلا تضر الأطفال حتى في مستقبلهم العام يعني. نعم، طبقا للمادة 44 من قانون الطفل، فلا يجوز استخدام الطفل في التسول بأي شكل من الأشكال. ومن تسول له نفسه أن يستخدم الطفل بغرض التسول، سواء كان وليا أو وصيا على الطفل، فسيتم معاملته وفقا لأحكام قانون الجزاء العماني، والعقوبة هنا تغلظ في هذا الشأن. هناك أيضا ظواهر سلبية، وهي أحد الظواهر السلبية التسول. بكل تأكيد كما نعلم منكم بأنه يعني هناك نوع من التحديات يواجه فيها فرق التسول على مستوى السلطنة. لو تعطينا بعض الصور أو بعض الأمثلة عن بعض الإشكاليات التي يعاني فيها أفراد ورجال فرق التسول. أثناء ممارسة أفراد الفريق عملية ضبط المتسول، يتدخل الجمهور، فهنا يعرقل عملية الضبط، فيستغل المتسول تدخل الجمهور فيقوم بالفرار من موقع الحادثة، وبالتالي هنا يعني لم نستفد شيء. نعم، نحن معك أستاذ حمود، نتوقف
عند هذه النقطة طبعا كانت لنا مجموعة من اللقاءات مع الإخوة المواطنين وكذلك من زوار السلطنة ومقيمين أيضا، وانذكرت بعض الحالات فعلا اللي يحاول أنه يقوم بنصح وإرشاد هذا المتسول، يقوم مثل ما ذكرت كثير من المتواجدين بالوقوف ضد هذا الشخص بمنعه. نتابع معك هذه الوقفة مع مجموعة من اللقاءات، نتابع أعزائي المشاهدين هذه الوقفات ثم نعود لاستكمال ما تبقى من فقرة ظاهرة التسول. أمانتنا في ديننا أن نعطي المحتاج، وبحكم أن ديننا يأمرنا أن نساعد المحتاج نجعل هذه لوجه الله، ولكن جعلها لوجه الله لابد أن يتطلب منك أنك تعرف هذا الشخص فين راح يودي هذا المبلغ. القضية لازم تكون فيها تكاتف من المجتمع، يعرفون المجتمع والحكومة يعملون سويا على أنه هذه الظاهرة لها قنوات رسمية. على سبيل المثال لو نجي الصرافات نلقى جميع وسائل اللي تحطها الدولة للجمعيات الخيرية، المؤسسات الخيرية اللي غير ربحية، تلقى فيه أماكن تبرعات. فالدولة عندها يعني رؤية كاملة بالقصور في أي مكان، فأي واحد يتبرع يتوجه القنوات الرسمية ويعطيهم التبرعات سواء كانت خيرية أو صدقات أو زكوات. إذا أنت تعرف أنه هذا الشخص من جماعتك أو قريب لك ممكن يكون عنده حاجة، ممكن أنت تروح تعطيه شيء بينك وبين نفسه ويكون وأنت عارف، لكن شخص أنت ما تعطيه ما تعرفه ولا تعرف عنه أي شيء، ومع ذلك المسؤولين في الدولة والحكومة جزاء الله خير تنبه. فأنا أعتقد أنه طاعة ولي الأمر واجبة، وتودي اللي عندك توديه للجهات الرسمية علشان أمننا فوق كل شيء صراحة. أنه معظم الناس اللي هو للأسف الشديد اللي عم بيجيك بيتسول بيكون هو خلنا نقول مثلا كشاب بصحته وعافيته، يعني قل ما ندر حتى صرت تشوف مثلا رجال كبير بالسن انه يجي يطلبك. للأسف الشديد انه معظم الناس اللي عم تيجي تطلب بتكون هي بسن العشرينات او حتى يمكن اقل. يساعد هؤلاء المتسولين في انتشار هذه الظاهرة السيئة هو المواطن نفسه، حيث انه هو يدعمهم، مع ان المفروض انه هو ما يقدم لهم هذا الدعم المباشر، يعني بالكلمة الطيبة بالنصح بالإرشاد في جهات مختصة بهذا الأمر. يعني إذا قبلت وإني عطيته أو بكون إني ساهمت في انتشار هذه الظاهرة، لكن في المقابل إذا بلغت عنه بتكون حديت وحليت للمشكلة هذه. المشكلة أنه صرت ما تقدر تفرق بين المحتاج وغير المحتاج. كان حرمة وطفلة يتسولوا في مكان ما في مكان عام، فأنا حاولت أني أنصح الحرمة هذه وأمنحها من التسول أو فللأسف لقيت كل الناس اللي في المكان هذا وقفوا ضدي لأنهم ينظروا للموضوع بنظرة فقط رحمة، ولكن لا يعلمون ما هو وراء هذا الفعل. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين. أستاذ حمود، نتوقف عند الحالة الأخيرة والتي كانت هي قبل ما نطلع فاصل كانت موضوع التحديات. ذكر المواطن أنه واجه هذه الصعوبة، كيف تتعاملون مع مثل هذه الحالات عندما يقوم مجموعة يعني بإيقاف هذه الفرق من القيام بعملها؟ بالنسبة لمراقبي التسول طبعا هم يتمتعون بالصفة الضبطية التي منحها لهم القانون. نعم. فمن خلال التجمهر الذي رأينا سابقا يقوم مراقبي التسول بإبراز بطاقة مأمورية الضبط، ويتم شرح نوع العمل الذي يقوم به مراقبي التسول للأشخاص المتجمهرين. نعم. وبالتالي تتضح الصورة لدى أفراد المجتمع ما نوع العمل الذي يقوم به هذا الأشخاص، لأنهم هم بلبس المدني طبعا. ما هي الكلمة الأخيرة الذي يود الأخ حمود المنذري من توجيهها لكل من يتابعنا اليوم من مشاهدين الكرام؟ يعني إذا كانت هناك من كلمة في نهاية هذه الحلقة، في البداية استغلها باسم وزارة التنمية الاجتماعية، نشكر شرطة عمان السلطانية على الجهود المبذولة والتعاون والتنسيق معنا بشكل دائم ومستمر، وليس الغريب على شرطة عمان السلطانية هذا الجهد وهذا التعاون مع كل الجهات طبعا. ودعوة مرة ثانية نكررها من هذا المنبر لجميع أفراد المجتمع
والمقيمين على هذه الأرض الطيبة بعدم يعني المساعدة في انتشار مثل هذه الظاهرة لما لها من الآثار السلبية من الناحية الاجتماعية ومن الناحية الاقتصادية ومن الناحية الأمنية. وممكن توجيه هذه الحالات من خلال زيارة دوائر التنمية الاجتماعية المنتشرة في جميع محافظات وولاية السلطنة، وهم إن شاء الله بإذن الله تعالى ما يلقوا أي يعني جهد إلا أنهم يساعدوا هذه الأسر وفقا لأحكام القوانين المتوفرة بالسلطنة بإذن الله تعالى. وجزاكم الله خير على هذا اللقاء الطيب إن شاء الله. ونحن معك ندعو المشاهد الكريم وكل من يتابعنا للعمل معا للحد من هذه الظاهرة. الأستاذ حمود بن محمد المنذري، مدير دائرة التنمية الاجتماعية بولاية سيب، مشرف فريق مكافحة ظاهرة التسول بولاية سيب، شكرا جزيلا لك. بارك الله فيكم. شكرا. ونحن أيضا متواصلون معكم أعزائي المشاهدين، فاصل وثم نعود لاستكمال ما تبقى من برنامج العين الساهرة. وقفتنا التالية أعزائي المشاهدين مع فقرة التطبيقات الإلكترونية حول موضوع استخراج التأشيرة الإلكترونية عبر موقع شرطة عمان السلطانية. يمكن لصاحب العمل تقديم طلب الحصول على الاستمارة الإلكترونية للتأشيرة التي يقدمها صاحب العمل عبر الموقع الرسمي بشرطة عمان السلطانية، وذلك باتباع الخطوات التالية: www.rob.gov.om، ثم اختيار خدمات عبر الانترنت، ثم اختيار طلب تأشيرة، ثم النقر على زر انقر هنا لتقديم الطلب، ثم ادخال بيانات المعاملة، ثم التالي ادخال بيانات جواز السفر، ثم التالي ادخال البيانات الشخصية، ثم التالي ادخال بيانات صاحب العمل، ثم التالي ادخال بيانات التأشيرة السابقة إن وجدت، ثم التالي إدخال رقم تأشيرة أحد الأقارب إن وجد، ثم التالي إدخال بيانات أخرى، ثم التالي إضافة مرافق إن وجد والنقر على زر إضافة مرافق، إضافة بيانات المرافق ثم النقر على زر إضافة مرافق، اختيار بيانات الدخول، ثم التالي إدخال الأحرف والأرقام الموضحة بالصورة، ثم النقر على زر إرسال. لقد تم إرسال استمارتك بنجاح، ومن أجل طباعة الاستمارة يجب الضغط على انقر هنا لتنزيل الاستمارة الإلكترونية تلقائيا في جهاز المستخدم، ثم تقديم الاستمارة المطبوعة مرفقا بها الوثائق المطلوبة إلى أقرب إدارة أو قسم للجوازات والإقامة لتكملة إجراءات طلب التأشيرات أو تجديد الإقامة. أعزائي المشاهدين، من ذاكرة الشرطة اخترنا لكم بعضا من الصور المؤرشفة من تشكيلات شرطة عمان السلطانية. We'll be right back.
أعزائي المشاهدين إخواني منتسبي شرطة عمان السلطانية، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج العين الساهرة. نلقاكم إن شاء الله على خير في حلقات قادمة. تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.